سؤالي في الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه، يعني ايه الفارق ما بين قناه محايده وقناه فئويه؟ قناه فئويه زي قناه الاهلي، قناه الاهلي هي بتتكلم دايما عن النادي الاهلي وعن كل ما يخص النادي الاهلي، بتدافع عن النادي الاهلي وبتقول اخبار النادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي. اما على الجانب الاخر، يعني ايه قناه محايده؟ قناة محايدة دي يعني قناة لما يجي لها خبر عن النادي الأهلي تقوله، لما يجي لها خبر عن أي نادي آخر تقوله، سواء سلبي أو إيجابي بالمناسبة، ما عنديش مشكلة. خلينا بس نحط مبدأ في البداية، إن الإعلام أي إعلام من حقه إن هو يناقش كل المواقف والقضايا المطروحة على الشاشة، على الساحة الرياضية والكروية. طيب هي المشكلة فين يا عم إسلام؟ إيه اللي أنت عمال تقوله ده كله؟ وإيه الفرق ما بين القناة المحايدة وما بين القنوات الفئوية؟ هقول لحضرتك المشكلة فين؟ المشكلة أنا كل يوم لما بصحى الصبح ما بلاقيش غير إيه؟ إلحق أزمة في الأهلي ما بين موسيماني وكهربا مثلاً، إلحق موسيماني بيتخانق على العقد الجديد بتاعه، الحقوا يا جماعة شوفوا الأهلاوية بقى موسيماني هيمشي. من المفترض أن أي قناة محايدة تجيب كل الأخبار، تجيب أخبار النادي الأهلي السلبية والإيجابية، السلبية والإيجابية، وتجيب كل أخبار الفرق التانية السلبية والإيجابية برضو. أنا عارف ومقتنع بده تماما وعارف ده كويس جدا. الرد هيكون إيه؟ ما أصل النادي الأهلي يا عم إسلام هو دايما اللي بيجيب الناس، النادي الأهلي هو اللي بيخلي الناس تتفرج، هو اللي بيخلي، أو اسم النادي الأهلي هو اللي بيخلي الناس تتفرج، وبالتالي هيجي لنا معلنين أكتر، هيجي لنا كذا، هيجي لنا كذا، هيجي لنا كذا. لكن هل حضرتك تعرف ان في 17 نادي تاني وال17 نادي دول عندهم مشاكل؟ مش النادي الاهلي بس، على اعتبار ان اللي بيحصل ده مشاكل في النادي الاهلي. وهل حضرتك متاكد او عارف مليون في الميه زي ما بيتقال ان كل الاخبار اللي بتتقال على النادي الاهلي دي اخبار صحيحه؟ وفي النهايه بتجد العكس. كان هنا من كام يوم، من اسبوع، أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، تسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، اتكلم عن إيه؟ قال لك موسيماني مكمل وعقده السنة دي كذا 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 كذا، وكلام واضح وصريح لغاية أكتوبر 2022. فحضراتكم لسه بتتكلموا في سنة كمان. ده مين اللي بيقول؟ مسؤول في النادي الأهلي أو المسؤول الرئيسي عن التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي هو اللي بيقول الكلام ده. فينه؟ هنا هو أمام ملايين الناس اللي بتتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي. فهل حضرتك متأكد من الكلام اللي بتقوله، ولا حضرتك دي تهيؤات، ولا حضرتك علشان الناس اللي طالعة بتتكلم أغلبها لا تشجع النادي الأهلي أو لا تنتمي للنادي الأهلي، فبالتالي هي دايما، وبالمناسبة احنا داخلين يوم الجمعة اللي جاية على مباراة مهمة جدا، مباراة ما بين فريقين كبار جدا 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 في مصر وفي القارة الأفريقية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. فلازم حضرتك تبقى عارف وانت بتتكلم ان انت بتتكلم عن ناديين كبار جدا جدا، او النادي الأهلي نادي كبير جدا جدا. فلما تيجي تتكلم خد بالك من الكلام وشوف صحة اخبارك، خصوصا اذا كنت انت موجود في قناة اخرى او المفروض ان هي قناة محايدة بتتكلم عن الحياد أو بتتكلم على الحياد ما بين كل الأندية. فمثلا هل